السلام عليكم الحباب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنديروا واحد الوصفه سهله ديال انرجي بول. اذا بالنسبه للمكونات خاصنا 100 غرام ديال اللوز، هنا عندي 100 غرام يعني كل صغير ديال هذو الفواكه الجافه والبذور، يعني اللي كان عندكم تقدروا ديروه لداخل. هنا عندي الزبيب، عندي يعني تقدروا ديروا اي حاجه. هنا عندي ملعقه كبيره ديال البذور ديال الشيا، فهذيك الشيا غادي يعني غتشبعكم الا بغيتوا زعما هادو يعني الطاقه، كيعطوكم الطاقه هاد الكويرات. فغادي نشد كلشي دوك البذور وداك اللوز وكلشي وغادي نطحنو، وغنضيف عليه التمر، واحد 5 ديال التمرات، وغادي نشوفو الا تجمع علينا. الا لقيتو مازال ما تجمعش لكم مزيان، زيدوا حبات ديال التمر او زيدوا ملعقه ديال العسل، فكيبقى لكم الاختيار. العسل الا بغيتوش يكون حلو بزاف فزيدوا غير التمر كافي. فهنا كما كتشوفوا هما الكويرات بداو كيتكوروا كويرات كيتكوروا فان شاء الله غادي نشد كلشي هادشي وغادي نديرهم يعني كويرات صغار. انا خديت هاد الملعقه باش يجوني كلهم في نفس الحجم. فهاد الكويرات كي يستعملوهم اغلبيه الناس الرياضيين، يعني من بعد الرياضه ولا كياكلوا هاد الانرجي بول باش كيعطيكم الطاقه. ومن الافضل ملي درنا الشيا فيها من الاحسن تشربوا معاه واحد الكاس كبير ديال الماء باش كتجيكم هذاك الاحساس ديال الشبع، لان كتعرفوا الشيا ملي كديريها في الماء كتنفخ، فغادي بحال غادي تحسي بالشبع. اذا غنكمل هادشي كله كما كشتو. ودابا كيبقى لكم الاختيار في التزيين، يعني تقدروا ديروهم في هاد الجوز الهند يعني نواة كوكو، ولا ديروها في هاد اللوز مهرمش هرمشتو، ولا ديروه في الكاكاو اللي كيكون ما مسكرش، او تخليهم طبيعيين ومن بعد كنديرهم لداخل بحال هاد الشكل. المهم راه الفيديو كيشرح نفسه. وغنكمل هادشي كويرات كاملين وغنتلاقاو في التقديم. إذن هما الكويرات ديالنا هاد الانرجي بول كيكونوا بحال ما هاد الشكل هذا. فصراحه كتاكلي وحده راه تحسك بالشبع وكتعطيك الطاقه. فكنتمنى يعجبكم ان شاء الله الفيديو، وما تنساوش تخليكم كيف ديما واحد اللايك للدعم والتشجيع، وكنضرب لكم موعد حتى الفيديو القادم. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.